بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما تفضل وتكرم، على ما أنعم علي وعليكم أيضا، أن الله عز وجل هيأ هذا المجمع، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خيرا لهذه الأمة، اللهم اجعله خيرا للإنسانية جميعا. وأملي بفضل الله عز وجل وكرمه أن نحفظ هذا المجمع ليكون خير ما يحتاجه الإنسان في هذا العصر الذي أصبح فيه الإنسان والعالم مهدد بالفناء. الأطماع، أطماع الإنسان من حكومات ومن يهود طهاينة ومن صليبيين حاقدين، كلكم تسمعون تشهدون بوسائل الإعلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وعبر التاريخ علي أعداء الإسلام من عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله عز وجل أن يرحم الإنسان إنسان العالم، تكرم الله من عرشه المقدس، اختار وهو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، اختار من عباده إنسانا وانتقاه ليكون رحمة للعالم كله، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لست أنت للعرب ولا للعجم ولا للبيض ولا للسود، لكل شعوب العالم، للإنسان كله. وهل حقق الله عز وجل ما أخبر به؟ وهو خالق الكون، وهل يقول شيئا إلا عن علم وهو عالم الغيب وعالم الشهادة؟ وقام مبتدئ من مغارة غار حراء
هناك تلقى تعاليمه، وهناك عبأ الله روحه كما تعبأ الأشياء البطارية بالطاقة لتنور ما يراد أن ينار وترفع بها الظلمات. وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بمكة كما تعلمون، ومكة كانت قرية صغيرة، ولا توجد أي وسيلة تساعده، ولا إعلام ولا إنترنت ولا كل الوسائل التي في عصرنا الحاضر. فأولا كما تعلمون وضعه الله عز وجل في مدرسته، وتولى الله عز وجل أن يكون هو أستاذه، هو معلمه، حتى إذا صفت صحيفة قلبه وتنقت وصارت مهيئة لأن يكتب فيها، ظهر له سيدنا جبريل روح القدس، وهو سفير الله عز وجل بين عزته وجلاله وبين أنبيائه. ظهر له في الغار هذه المدرسة، دخل عليه فرفع رأسه سيدنا رسول الله، وإذا به يفاجأ برجل أمامه ولا أحد يأتي إليه ولا يدخله ولا يعرف هذا الرجل من هو وماذا مقصده، أن يريد به سوءا أو يريد به خيرا. وبينما هو يفكر في هذه اللحظات قال له ذلك الداخل، وكان هو جبريل عليه السلام سفير الله إلى أنبيائه. فقال له اقرأ. سبحان الله، ما في السلام عليكم، ما في مرحبا، كيف حالك، رأسا اقرأ. سبحان الله سبحان الله. إذا واحد من كوريك صار معه شو بيعمل؟ قال لست بقارئ صلى الله عليه وسلم. قال اقرأ. قال لست بقارئ، شو بدي اقرأ، ما بعرف بقرأ أنا. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدك تقرأ معالا ممدا باسم الله عز وجل. اذهب بهذه، كما يقال اذهب بهذه الرسالة باسم الدولة، باسم رئيس الجمهورية، فإذا كانت باسم الذي خلق من هذا الذي خلق؟ قال هو الذي خلق الإنسان من علق، وكما
كما قلت لكم مرارا هذه من معجزات القرآن. ما كان في ذلك الزمن من يعرف أن الإنسان أول ما يخلق يكون علقة دودة صغيرة لا ترى بالعين إلا إذا كبرت عشرة آلاف مرة. فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة التي ما عرفها الإنسان إذا بعد 1200 سنين الذي خلق الإنسان من علق ثم قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فدين أول ما أنزل فيه العلم اقرأ أيها الإنسان تعلم أيها الإنسان. والله يا إخواني أخواتي أحبابي المستمعين والمستمعات هذا شيء يتحير الإنسان فيه. دين أول شيء يأمر به الإنسان أن يتعلم أن يكون عالما، ولم يبين له علما معينا. وفي اللغة العربية إذا لم يعين المعلوم في هذا الموضوع يعني تعلم كل شيء، كل ما ينفعك من علوم الدين والدنيا، من علوم الطب، من علوم الزراعة، من علوم الصناعة، من علوم الطائرات، من كل شيء يحتاجه الإنسان اقرأ باسم ربك. أنا أمرك يا جبريل يقول له ما من عندي ولكن باسم الله أنا أبلغك أن اقرأ تعلم باسم ربك الذي خلق. أتعرف من خلق؟ الذي خلق الإنسان من علق، من حيوان منوي، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الحيوان بحسن يبين إذا كان جائعا أن يقول أنا جائع، إذا كان أصابه البرد يستطيع أن يقول أنا بردان دفئوني. أما الإنسان علمه الله البيان، إذا بده شاي أعطاها تافة اللحمة عملوا لنا شاي أخضر ما شاي أحمر، أعطاه العينين ألم نجعل له عينين. يا الله ما أحلى كلام الله. مين يحسن يصنع هذين العينين؟ مين؟ أمريكا بتحسن تصنع؟ تحسن، لكن تعمل عيون بلور. تاخذوا لكم شكم واحدة احتياط. الله لا يحوشكم.
ألم نجعله عينين ولسانا؟ الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، يبين ما يحتاج. الحيوان إذا احتاج شيء في عنده لسان، لكن ما لا يقدر على أن يبين ما يحتاجه. إذا الجاموس أو البقرة عطشت، لسانها بيحسن يقول أنا عطشان عطشانة. أما الإنسان أعطى لسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، كل جملة من جمل القرآن تحمل معنى مستقل. انظروا إلى الشمس والقمر عبيدوروا في هذا الفضاء، كلها تجري بحساب مقدر. الليل يسابق النهار والنهار يسابق الليل، لا الشمس تسبق القمر ولا القمر يسبق الشمس، وكل في فلك في طريق يسبحون في عالم الفضاء. فهذا القرآن العجيب يعني، هذا القرآن العجيب الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا محمد النبي أمي، ماذا كان نتيجته؟ ماذا صار سيدنا محمد بركته؟ صار رحمة للعالمين، هذا عطاء الله عز وجل. وماذا طلع الله وأكرم به الأمة العربية التي لما بعث الله سيدنا محمد وأنزل عليه الوحي قاموا ضده وعادوه، لأنه دعاهم ليتقوا عقائدهم دينهم إلى أن يتبعوا رسالة الله عز وجل. ونقلة الإنسان من خلق إلى خلق، ومن طريق إلى طريق، ومن سلوك إلى سلوك، ما هو أمر سهل إلا على أن وفقه الله عز وجل. وفي هذه النقلة التي كلف الله بها سيدنا محمد تحمل في سبيلها ما تحمل من تهديد ووعيد وقتل وتشريد وما تعلمونه، ولكن الله عز وجل يقول له اصبر وما صبرك إلا بالله. وصبر وحسب حتى بعد أن كما تعلمون اضطروه إلى أن يترك بلده، هددوه بالقتل وتآمروا لينفذوا هذا التهديد. واجتمعوا في دار الندوة، موضع اجتماعها من الأمور المهمة، كما قال الله في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يحطوك سجن مؤبد،
تثبت السجن ما تطلع، او يخرجوا ينفوخ من البلد ويخرصوا منك، او يقتلوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وسارت القافلة الإلهية وهاجر إلى المدينة. وأيضا لما ذهب إلى المدينة وكان كما تعلمون قد هيأ قبل السفر مخطط السفر، وقد أسلم من أسلم من أهل المدينة قبل أن يهاجر إليهم، وكانوا يدعو له إلى أن يهاجر إليهم ليخلص من أذى قريش. فكان يقول لهم: لم يؤذن لي، أنا لا أستطيع أن أتصرف إلا بأمر الله عز وجل. حتى نزل عليه جبريل وحي الله عز وجل بالإذن له بالخروج، فخرج فأخبر أبا بكر مما أوحى الله إليه بأن يخرج. قال له: في أي يوم؟ قال: لا أدري، حتى يأتي الأمر والتخطيط والخريطة من السماء. ولكن هيئ المركوب والزوادة وكل ما يحتاجه المسافر، السفر والمسافر لما يكفي المسافر 10 أيام. كفي مشان صحتكم، مشان صحتكم بكفي هلا. نعم. بكفي مشان صحتكم، بكفي مشان صحتكم. اي طيب الله يرضى دكتور عبود، يكفي مشان صحتي. الله يرضى عليه ويرضى عليكم جميعا. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما خطط الله له، وهيأ أبو بكر ناقتين وزوادة لما يكفي، وفي الليلة المحددة التي حددت قريش أن تغتال النبي في بيته وتقتله، فخرج عليه الصلاة والسلام نصف الليل من داره، لم يخرج من الباب، من باب الدار، خرج من خلف الدار من وراء الحائط، ولم يذهب في طريق السفر، ذهب إلى غار حراء يختبئ، لأنه علم إذا مشى يلحقونه صلى الله عليه وسلم. وبقي 3 أيام وكفار قريش ما تركوا ما حول مكة من كل الطرقات لعلهم يعتقلونه، ولكن فشلوا، لأن الله هو الذي يخطط له. حتى إذا هدأت الحال وكان كل يوم يؤتى إليه في الغار من قبل من يأتونه
لما يحتاجه بالطعام وشراب في الليل. وإذا مشوا على الرمل كانوا يمسحون آثار أقدامهم حتى لا أحد يعلم، لأن قريشا كانت تتبع آثاره. وبعد 3 أيام صلى الله عليه وسلم وهدأت الحال اتجه إلى المدينة واستقر بها، وبدأ صلى الله عليه وسلم بتكميل نشر رسالة الله عز وجل وطهارة الحروب بينه وبين قريش، حتى نصر الله الحق على الباطل وفسح مكة وحرر الجزيرة العربية وربى رجالا ليفتحوا العالم وينشر العلم والعرفة وينقذ الإنسان من الجهل والجاهلية وينقذ العالم من الظلم والعدوان. وقاموا رضوان الله عليهم، قام أبو بكر يكمل مسيرة سيدنا رسول الله في 2 سنة و3 أشهر، فتح بلاد الشام وحررها من الرومان. وأتى بعده سيدنا عمر فحرر العراق وما وراء العراق، وأتى سيدنا عثمان حتى وصلت تحرير الأمة العربية إلى شمال أفريقيا، ثم أتت من بعدهم يعملون بنشر الإسلام حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. ونحن الآن بفضل الله عز وجل نرى الإسلام ينتشر في العالم كله بهمة الدعاة إلى الله عز وجل في كل بلدان المسلمين، حتى صار بفضل الله عز وجل وببركة أعطائه صار من أبناء المجمع العشرات والعشرات، أو إذا ما قلت المئات والمئات في أمريكا الآن، يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل من الخريجين من مجمع أبي النور. وأول من ساهم معنا في هذا المشروع، مشروع الدعاة، دولة ليبيا باللقاء مع السيد معمر القذافي حفظه الله عز وجل. وقلت له فكرتي، لأن هذا الأمر يحتاج إلى مساعدة، فجزاه الله ألف خير وبارك الله فيه وفي ليبيا وفي نيجيريا. فقال لي أنا مستعد لمساعدتك، افتح. ففتحنا أول كلية الدعوة، هذه في صحيفة الأخ معمر القذافي حفظه الله عز وجل وحفظ ليبيا والمسلمين جميعا. ثم من الله عز وجل بعد ذلك كثير من الناس يقولون يعني الأزهر مشهور أكثر. قلت له ماذا تريدون؟ قال أريد أن يكون فرعا للأزهر. الخلاصة كذلك.
طلبنا من الأزهر فأعطانا رخصة وأرسل أساتذة من عندها يساعدوننا ثم حتى الحمد لله صار مجمعكم أصبح مجمعا عالميا في الأسابيع الأخيرة. ولعلكم سمعتم في وسائل الإعلام أمريكا ذكرت مجمع أبي النور واعتبرته ماذا اعتبرته؟ اعتبرته مظهرا من وسائل التدمير. تدمير ايش؟ تدمير الباطل، تدمير العدوان، تدمير طمع بوش الذي باع نفسه لليهود، باع نفسه للصهاينة، خرج عن طبيعة الروح الأمريكية وعن طبيعة الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي شعب مسالم، شعب إنساني، ولكن تسلط اليهود عليه، يغرونه، يطمعونه بأننا لا ننتخبك في الدورة الثانية لتعود للرئاسة إلا إذا آزرتنا. وحسب ما أقرأوا وتقرؤون في الإعلام وتشاهدونه أصغى لكلامهم، واليهود أنا كنت في طفولتي كنت أسمع من المجتمع عن اليهود، قولوا اليهود عمره ما نصح مسلم، اليهود ما ممكن يخطوا لا لأمريكا ولا لغيرها، لا يعملون إلا لمصلحتهم، يستغلون من يستغلون، يغرونه ولكن في آخر الطريق يقلبون له ظهر المجن وظهر الطنجرة. بأول أمر يفتحوا له طنجرة يقولوا رأيك وشاف امشي معنا الدكتور يرجوني رعاية لصحتي وقلبي سمعنا طاعة. ولكن يريدون اليهود الصهاينة الذين استغلوا الشعب الأمريكي الطيب واستغلوا رئيس أمريكا بوش. هذا الإنسان والله أنا أشفق عليه لأنهم سودوا وجهه في العالم كله وجعلوا من البيت الأبيض الذي هو مقره جعلوه بيتا أسودا في نظر العالم، فيجب أن يسمى البيت الأسود لأنه فائدته إذا كان حجاره بيضاء ولكن صار في نظر العالم صار بيضا أسود مثل الفحم، وصار وجهه أيضا بوش أسود مثل الفحم. واليهود
يطحونه وغشونه، ويقال كما أقرأ في وسائل الإعلام أن بوش رجل بسيط، ما هو رجل ذو شخصية. واليهود هم الذين في الأصل انتخبوه لأن ما يملكونه من وسائل الإعلام إلا طال لهم قوة يستطيعون بها أن يرجحوا كفة من ينتخبونه. وهذا من تقصير المسلمين في أمريكا. المسلمون في أمريكا مسؤولون أمام الله عز وجل. أيها المسلمون في أمريكا، أيها المؤمنون في أمريكا، بل أيها الأمريكيون عموما، أنتم والعالم في خطر بسبب اليهود. هؤلاء اليهود الصهاينة تاريخهم منذ خلقهم الله عز وجل، من حينما ولدهم نبي الله يعقوب، أبوهم أبو الأنبياء لبني إسرائيل، من حينما ولدوا ماذا فعلوا بأبيهم يعقوب؟ ماذا فعلوا بأخيهم يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. لماذا؟ حسدوه على منام رآه لما قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون لي. قال: لا تقتص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هذه الله عم يذكر هذه طبيعة اليهود. والآن نحن لسنا في معركة مع أمريكا في الحقيقة، إنما هي المعركة مع اليهود. تريدوا أن لا أن تريدوا أن تدمر العرب والمسلمين، بل تريدوا أن تدمر أمريكا أيضا. وأمريكا بقيادة رئيسها بوش ثبت للعالم أنه رجل بسيط. واليهود بما يملكون كما قلت لكم من وسائل الإعلام عند الانتخابات ينتقون لا ينتقون أمريكيا ذكيا ولا كفؤا، لأن إذا انتخبوا كفؤا وذكيا أول ما يعرف أنهم أعداء أمريكا وأنهم يريدون خرابها وتدميرها في سبيل مصلحتهم. ولكن الظالم والماكر والخائن ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، والله عز وجل رقيب وبصير بالعباد. فلا يغفل على أي عن أي إنسان، لا ملك ولا وزير ولا صغير ولا كبير، إلا ويكافئه بحسب ما يعمل. فسوف يرى اليهود عاقبتهم. وكم كل من يمشي في ركابهم سيرى عاقبته. وكلنا نرى الآن بوش لما مشى في ركاب اليهود وأطاعهم وجعل نفسه ذيلا وذنبا لهم، كيف صار مصيره؟ كلكم تعلمون أنه
حسب العادات في أمريكا قبل الانتخابات بجرون استطلاعا ليعرفوا من يمكن أن ينجح. فبالاستطلاع ظهر بأن بوش لا ينجح، وقد قلت لكم سابقا أكثر من مرة بأنه لا ينجح، والله عز وجل هكذا أخبر بأن الظالم مهما أمهل فإن الله لا يهمله، إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، سواء كان فردا ضعيفا أو قويا، ملكا أو رئيسا، عند الله عز وجل ما في كبير، الله أكبر. فأسأل الله عز وجل بفضله وإحسانه أن يرينا نصر الله عز وجل للمظلومين، وأن نرى عقوبة الظالم المجرمين من اليهود الصهاينة ومن غيرهم، وهذا قانون الله عز وجل لا بد أن ينفذ. هذه العراق أتوا إليها بدعوى أنهم يريدون أن ينقذونها، فجعلوا منها خرابا يا أبابا، دمروها. وهكذا شأن أعداء المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يرحم عباده وأن يفرج عن إخواننا في العراق وفي فلسطين، وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفق كل واحد منا أن يقوم بواجبه الإسلامي في نفسه وفي أسرته وفي من حوله وبقدر ما يملك من طاقة. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ رئيسنا بشار الأسد، وأن يعينه على ما يحمل. ولكن لما حمله الله عز وجل واختاره لأن يحمل ما حمله، فلابد أن الله سينصره. وأنا أدعو له كل يوم وفي كل صلاة من صلاتي وفي سجودي بأن يحفظه الله عز وجل، ويحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين. ويحقق السلام في العالم كله، وما ذلك على الله بعزيز. كلنا يا إخواني يجب أن ندعو إلى الله بشكل دائم أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وعن فلسطين وعن العراق وعن العالم وعن أمريكا. أمريكا المهددة الآن، لأن أمريكا على قوتها ما لم يبقى في زماننا وعصرنا قويا نستطيع أن يقف أمام من يعاديه. فبواسطة الأسلحة المعاصرة الكيماوية والنووية والجرثومية يستطيع إنسان واحد أن يخرب مدينة وبلداً.
وهذه الأسئلة صارت مؤثرة لكل الناس ولكل الشعوب. الذين يملكون القيادات والقوى في العالم إذا لم يتقوا الله عز وجل، كل بحسب ما يملك، العالم الغربي بحسب ما يملك، والعالم الشرقي العربي والإسلامي بحسب ما يملك، إذا ما كل واحد منا بذل ما يملك في الصدق مع الله عز وجل في هذه المحنة العالمية التي تعم العالم كله، إنسانه وحيوانه ونباته، وإلا فالمصير قاتم. وأسأل الله عز وجل أن يلهم قادة العالم، أن يلهمهم ما فيه خيرهم وخير أمتهم وخير الإنسانية جميعا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن شرفنا في هذا اليوم المبارك الداعية الإسلامية الدكتور فتحي يزن. أهلا وسهلا الدكتور فتحي يزن، ومرحبا، وبالأخ الحبيب مختار ديرة، هذا صاحب الفضل. من ليبيا، كما قلت لكم هي صعبة الفضل في إنشاء كلية الدعوة في مجمعكم، فجزاه الله خيرا. وكذلك أشكر الله عز وجل على ما أنعم من إنتاج هذا العمل، من إنتاج الخريجين الذين أتوا إلينا من جميع بلدان العالم، وصاروا ولله الحمد بعد تخرجهم في بلادهم فتحوا المعاهد وفتحوا الكليات، وهذا لكل واحد من أسهم في تغذية هذا المجمع له إن شاء الله سهم في هذا العمل العظيم التاريخي، يجد إن شاء الله يجده يوم القيامة خير ذخيرة وخير زوادة يتزود بها في هذا السفر إلى عالم الخلود. اللهم تقبل منا يا كريم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم فرج عن إخواننا في الإرهاب وفي فلسطين وعن جميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
وعلى آله وصحبه وسلم.